فرنسا بالموت ديال نائل دفعت الغالي والنفيس باش ترجع الاوضاع لبلاصتها. الموت ديال الطفل نائل، موت الطفل نائل ما داش على فرنسا بردا وسلام. فرنسا ما احترمتش حقوق الانسان، والشرطه ديالهم قتلات بدم بارد طفل في مقتبل العمر، ورغم عن ذلك ما داش الامور على خير. اجتمعت الجاليه الجزائريه والجاليه العربيه والتونسيه في الجزائر وقلبوه في فرنسا. فرنسا تقلبات اسمها على علاها، فرنسا تحرقات، فرنسا اللي ما كتبغي لا عرب لا مسلمين، فرنسا الماكرونيه الخبيثه اللي ما كتحملش العرب ولا المسلمين، داروها رجال واستعمروا فرنسا. ويزيدوا شويه فرنسا تستعمر ويحكموها العرب والافارقه. فرنسا غادي يحكموها العرب، غادي يكونوا حكامها مستقبلا عرب، وتذكروا هذا غادي يكونوا حكامها عرب ومسلمين. فرنسا اللي ما كتحمل لا اسلام لا عرب لا حتى واحد ما كتحمله، فرنسا الخبيثه، فرنسا الماكرونيه. لكن الجزائريين صراحه اجتمعوا، كانوا رجال والتحقوا بهم المغاربه والتوانسه. نتمنوا ان الجميع اللي تنعرفهم يكونوا على خير، وان الامور ما تخرجش على السيطره وتزيد اكثر من هذا الشيء. ولكن نتمنوا ان حتى واحد ما يتقاس في الناس اللي تنعرفهم والناس اللي ما تنعرفهمش، لكن بينوا بان الا تقاس عربي واحد فرنسا تقلب اسمها على لا. السقوط ديال فرنسا، السقوط ديال الجمهوريه الخامسه على الابواب، فرنسا مشات تحرقات. فرنسا فرنسا كل شيء فيها نهبات. فرنسا الشرطه ما قدراتش، اتفاق ديال الناس ولقيت اللي تيخرجوا ولقيت اللي تيديروا، فرنسا وكانها مدينه الرماد. نقدر واحد النهار نشوفوا لا تروفيل هبطات، نقدروا نشوفوا جميع الامور مشات. صراحه هذا الشيء اللي داروه الجزائريين واللي داروه العرب على موت واحد الطفل، بينوا بان فرنسا خبيثه، فرنسا الماكرونيه خبيثه جدا، ما كتحمل العرب، ما كتحمل المسلمين، ما كتحمل الافارقه، ما كتحمل حتى واحد. لكن بينوها على حقيقتها ووضعوها في مازق، حتى ان الامم المتحدة اتهمت الشرطة والأمن الفرنسي بعدم احترام حقوق الإنسان. هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا له وهذا الشيء وصلنا له. بينتوا لنا فرنسا الخبيثة، فرنسا الماكرونية، عازلوا شوية واحتلوا لنا ديك فرنسا. والله العظيم احتلوها، ردوها عربية، حردوها ديال الجالية. والله يسهل عليكم والله يسخر لكم، كيما داروا في جدودنا درتوا فيهم، الله يكثر خيركم. شكرا، هكا تكونوا وإلا فلا. من أجل عربي واحد، من أجل مسلم واحد، يجتمعون كما يقول الله من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا. رجالة بينتو ترجليت، فرنسا مشات ما قدروش تلجيش، وما قدرش يضبط في 5 ليالي، ما قدرش يضبط، ما قدرش يضبط الأوضاع، ما قدرش ينزل الأوضاع. تحرقات فرنسا، شعلات العافية في فرنسا، وأكأن طائر الحدبة كيحط العافية في المواقع.